صباح الخير معالي الوزير الصديق الدكتور نزاريان، استاذ محمد، اصحاب السعاده، اهلا وسهلا فيكم. فخر لنا انه اليوم نحن موجودين معكم حتى نتطلع شو هي استراتيجيه لبنان المستقبلي. نسمع كثير كلام سلبي، نسمع انه كل شيء له علاقه بالدوله في بالاخر سرقه وفي عدم شفافيه. انا كنت من الاشخاص مثلكم اللي مقتنع بهالشيء، بس تكرموا علينا الهيئه العليا للنفط، عملوا لنا برزنتيشن عندهم بالمكتب، وبصراحه بعتقد في انطباع غلط عن هالمشروع يلي مطروح فيه. في كتير كلام انه هالصناديق اللي معموله بالبلد والمؤسسات التابعه بعيده عن الرقابه والشفافيه، انه هيدي وحده منهم منزيدها، وبالاخر بيكون توزيع حصص وبالاخر عمليه محاصصه. واضح انه في نيه جديه، بعتقد خبرتنا مع معالي الوزير الصديق يلي بنعرفه بحياته الخاصه قديش في عنده شفافيه وانضباطيه، وبعدنا تعرفنا على اللجنه والهيئه، بعتقد في عنا كفاءات مهمه. مظبوط في خلل بهالتركيبه، لانه نحن دائما نطلع على المحاصصه الدينيه والطائفيه والسياسيه. نحن ما عم نشك بالكفاءات الموجوده بالهلقه، بس ليه بدنا نربطها بست طوائف بدل ما نعطي مجال نفتحها لكل الخبرات الموجوده بالبلد حتى نقدر نستعملها ونشوف وين فينا نوصل فيها؟ كلنا بنعرف انه في كثير لبنانيين بالعالم يلي عندهم خبره بقطاع النفط والغاز ومستعدين يساعدوا. بس اذا بدنا دائما نحددها باطار طائفي مذهبي، بعتقد رح يضلوا فيها الشك بشفافيه هالمؤسسات يلي عم نطرحها كلياتنا. اليوم كلياتنا بنعرف في تسويه جاي بالمنطقه. في ناس بيحبوها، في ناس ما بيحبوها، بس بالنتيجة اليوم منه لاعب لبنان يتلقى الاتفاقيات بالمنطقة. في عندنا عملية إعادة إعمار سوريا. بس كله هيدا عظيم، المبدأ الوحيد يلي فينا نبني عليه استراتيجية مشان شبابنا ومشان هالمستقبل هالبلد، ويصفي عنا استقلالية اقتصادية يلي بتعطينا مع المستقبل استقلالية سياسية حتى ما نضلنا مربوطين بالتمويل السياسي، هو قطاع النفط والغاز. من هالإطار حاولنا نحن والإزاء وفرونت بيج والال بي سي ان نعمل نوع من البرنامج التوعوي، لانه بالنتيجه اليوم نحن منا بالسلطه، بس بدنا نصفي المجتمع المدني والمجتمع الاهلي يكون مكنه ضغط اساسيه على السياسيين يلي لحديت اليوم لسوء الحظ من سنه 93 لسنه 97 بنهضه الاعمار يلي صار في عنا نمو اقتصادي بالناتج المحلي بحدود 8 إلى 9%، فجأة نسينا الحرب الأهلية، نسينا موضوع السني والشيعي، نسينا موضوع المسلم والمسيحي، صار ابن الشرقية يطلع على الغربية والعكس صحيح. بعد 97 لما فاتت المحاصصات السياسية، فجأة شفنا أنه في تراجع بالنمو الاقتصادي لأنه بلشنا نلعب سياسي بالاقتصاد. وطبعا كلنا بنعرف بعد سنة 2005 بعد اختيار الرئيس الحريري كيف صار البلد وكيف خف الاستثمار بالبلد. اليوم في امل لهالبلد انه نبني مستقبل، بس الطرق يلي كنا فينا عم نشرع والطريقه يلي عم تندار فيها الاقتصاد الريعي ما بقى فينا نبني مستقبل فيها. اليوم المطلوب من الشباب المجتمع المدني خاصه الجمعيات الاهليه يكون هن مشاركين بالشفافيه يلي بالاخر بدها تفرض على هالمؤسسات حتى بالاخر ما يكون فيها نوع من اللعب. لما بنطلع على البرنامج المطروح كثير مهم، بس هل وين المجتمع المدني والجمعيات الأهلية يلي فيها تساعد الدولة بالرقابة؟ إذا ما تطلع كل بلاد العالم المجتمع المدني له دور، بدور مدروري كجمعية، بس في خبراء يلي مفروض يكونوا من الجامعات من المجتمع يلي يكونوا مشاركين بالرقابة حتى ما بالآخر نشكك إنه بالآخر السياسيين عم يجربوا يستفيدوا من هالثروة القادمة. اليوم كلياتنا بنعرف ما في انتخابات، ليه؟ لانه يمكن هالطبقه السياسيه ما حاسه حالها يمكن رح ترجع للحكم، لكن عم يجربوا قد ما فيهم ياخروا عمليه الترسي بالشكل يلي هن بيريحوهم حتى بالاخر يكون لهم دور مستقبلي بالثروات القادمه بعد اللي مرقنا فيها. لبنان كلياتنا بنعرف نمونا حسب البنك الدولي ما بيتعدى 2.5%، ويمكن يكون في تراجع بعد ما اللي عم يصير باوضاع النفط بالعالم. عندنا غلاء المعيشي 1.1%، عندنا ناتج قومي بحدود حوالي 50%، عندنا دين عام بحدود 70 مليار. إذا بنطلع فيها بالمعادلة هي، إذا ما صار في عندنا نفط وغاز
بإطار إنه نبني مستقبل. لا رح نقدر ننزل الدين العام، ما رح نقدر نوفر فاتورة الكهرباء والمي، فاتورة الكهرباء ما رح نقدر نعمل لآخر وظائف لمجتمعنا. بس بالنتيجة هل يا ترى نحن قادرين إنه بالآخر نمر هالمواضيع بهالجو السياسي اللي مارقين فيه، اللي لإلنا 11 سنة ما أخذنا موازنة؟ هل يا ترى قادرين اليوم بالحد الأدنى للأجور يلي اسمه 500 دولار نقدر نعطي بديل لهالشباب يلي معظم تقريبا نص شعبنا تحت العمر 30 سنة؟ هل يا ترى قادرين نقول لهم ما تروحوا تاخذوا 1000 دولار من التطرف من السلاح حتى تبنوا بلد؟ إذا قادرين خلينا نحط إيدنا بإيدين بعضنا، لأنه هيدا هو مستقبل هالبلد، هذا مستقبل الشباب. كلنا بنعرف 75% من هالشباب عم يقدموا طلب هجرة. طب أنا شو بدي أنعو لهالشاب يلي تخرج وما قادر يلاقي وظيفة؟ بدنا نعطيه أمل إنه في برنامج واستراتيجية للمستقبل، وبدنا إياكم تضلكم معنا. أنا بعتقد معالي الوزير كتير مهم الكلام يلي حكيته، لأنه هيدا بيمثل فعليا شعورنا نحن اللبنانيين. وبعد جلستي أنا مع الهيئة اقتنعت إنه الإعلام موجود عندكم والإعلام الموجود عند الهيئة ما عم يعطيكم حقكم بما هو المطلوب. هلا هذا لا يعني إنه التدخلات السياسية الموجودة بالبلد بدها توقفكم من عملية الترسية هذا الموضوع فيها. بتمنى اليوم يلي عم نعمله إحنا بالغرفة، والأخ محمد موجود هون مع المرجعات الاقتصادية، قررنا ناخد صورة لبنان الاقتصادية للخارج، لأنه طالما في عندك سياسيين بياخدوا مواقف متشنجة يلي عم تأثر على المداخيل اللي عم توصل لهالبلد من المنتشرين بالعالم. كلنا بنعرف نحن تقريبا 20% من الناتج القومي هي عملية عائدات بيبعتوها المقيمين بالخارج، 60% منهم ببلاد الخليج. بلاد الخليج ما حتتحمل الخطابات السياسية اللبنانية، تنكون واضحين، وسمعناها بدورات يلي عملناها هالكلام في حساسية. طب إذا نحن بالسياسيين عنا بلبنان ما قادرين يحركوا الدورة الاقتصادية، ليه بدنا نأذي هالأشخاص اللي عم يساعدوا لبنان بين 7 و8 مليار دولار سنويا، إن نحط الموقف السياسي اللي عم يضرر بوجودهم ببلاد الخليج؟ إذا بدنا نبني بلد بدنا كلياتنا نتعاطى إنه هالخطابات السياسية ما عم تفيد البلد، ما عم تفيد أهلنا. إذا ما تطورنا وشفنا إنه الاقتصاد هو الشيء الجامع بهالبلد، تركولي السياسي. اليوم يلي حاكميننا هن اجوا من 75 وموجودين لليوم صفا قاعدين عم بيحكمونا. مني شايف في تطور قادرين نعمله الا اذا حطينا ايدينا بايدين بعضنا، ويكون الواجهتنا هي الواجهه الاقتصاديه فقط، لانه المرحله القادمه اذا صارت التسويات ما راح يكون الا الاقتصاد هو الجامع. وانا بعتقد مشروع النفط والغاز هو اللي راح يكون مستقبل الشباب. ايدنا بايدك معالي الوزير والهيئه، لانه بنعتبر انه هيدا كثير مهم بالمرحلة القادمة، وهيدا اللي حيريح الشباب تبعنا ويعتبر له مستقبل. وشكرا.